السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة أخرى على قناة إبداع تربوي للأستاذة مع الأستاذة أمل أبو مسلم. كما وعدتكم أعزائي وتلاميذي، سنتابع دروسنا عن بعد في مادتي الرياضيات والفرنسية، وكأننا بأقسامنا. وسنبدأ اليوم بحصة الرياضيات وهي المحيطات. سنتعرف من خلالها على كيفية حساب محيطات المضلعات الاعتيادية، وهي مناسبة لأشكر الأستاذة أمينة شهبون على هذا المورد الرقمي الرائع الذي سأتخذه كخلفية لشرح الدرس. إذا نبدأ على بركة الله محيط المربع، ولنتعرف على كيفية حساب محيط المربعات. وضعية الانطلاق: طاف أحمد حول غابة على شكل مربع طول ضلعه 600 متر. ساعد أحمد على حساب المسافة التي قطعها بالمتر. إذن أحمد يجري حول غابة مربعة. إذا نحاول أن نحسب المسافة التي قطعها جريا. لاحظوا هنا 600 متر. أوقفوا الفيديو وخذوا ورقة وقوموا بالحسابات اللازمة، ثم سنصحح بعد ذلك. إذا سأكتب الجواب 2400 متر. نعم، الإجابة صحيحة. كيف حصلنا عليها؟ إذن كيف حصلنا على الجواب؟ قمنا بجمع الضلع الأول 600 زائد الضلع الثاني 600 ثم الضلع الثالث والرابع، فنلاحظ أننا حصلنا على جمع متكرر، والجمع المتكرر هو ضرب. كم من مرة تكررت 600؟ أربع مرات. إذن نستنتج أن محيط المربع هو طول ضلع واحد نضربه في أربعة. طول ضلع واحد نضربه في أربعة لأن أضلاعه متقايسة. إذا نمر إلى شكل هندسي آخر وهو المستطيل. كيف نحسب محيط المستطيل؟ وضعية الانطلاق: لوحة على شكل مستطيل طولها 45 سنتيمتر وعرضها 25 سنتيمتر، نريد تأطيرها بإطار خشبي. أحسب طول قطع الخشب اللازمة لتأطير الصورة. إذن طول هذه الصورة 45 سنتيمتر وعرضها 25 سنتيمتر، نريد أن نضع لها إطارا من الخشب. كم يلزمكم من قطعة من الخشب؟ إذن مرة أخرى أوقفوا الفيديو ثم قوموا بالحسابات اللازمة وبعدها سنصحح. إذن الجواب هو 1140 سنتيمتر. نعم، إجابتكم صحيحة، أحسنتم. كيف حصلنا على 140؟ إذن لاحظوا الإطار يتكون من أربع قطع. القطعة الأولى 25 سنتيمتر، القطعة الثانية 45 سنتيمتر، والقطعة الثالثة 25 مرة أخرى، ثم القطعة الرابعة 45. إذا ماذا تلاحظون؟ إذا جمعنا هذه القطع فسنحصل على 140 سنتيمتر. إذا ماذا تلاحظون؟ إذا لاحظوا 45 تتكرر مرتين و 25 تتكرر مرتين. إذا لاختصار الجمع نجمع 45 زائد 25 ثم نضرب ما حصلنا عليه في 2. إذن وكقاعدة سنقول محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض، وما حصلنا عليه نضربه في 2 مرتين، يتكرر مرتين. إذن الطول زائد العرض في 2. إذن نمر إلى محيط آخر، وهذه المرة محيط متوازي الأضلاع. كيف نحسب محيط متوازي الأضلاع؟ وضعية الانطلاق: لوحة خشبية على شكل متوازي الأضلاع طول ضلعه الأكبر 25 سنتيمتر
وطول ضلعه الأصغر 15 سنتيمتر. احسب محيط القطعة الخشبية بالسنتيمتر. أوقف الفيديو مرة أخرى وفكر في الجواب وسنصحح بعد ذلك. إذن الجواب هو 80 سنتيمتر. نعم صحيح، 80 سنتيمتر. كيف حصلنا على هذا الجواب؟ طول الضلع الكبير اللي هو 25 سنتيمتر، وأضفنا إليه طول الضلع الصغير اللي هو 15 سنتيمتر، وتكررت مرتين. إذن عوض تكرار العدد 25 و15 مرتين، هناك عملية ضرب يعني تسهل علينا هذه العملية، وهي أننا نجمع الضلع الأول زائد الضلع الثاني، الضلع الكبير زائد الضلع الصغير، ثم ما حصلنا عليه المجموع الذي سنحصل عليه نضربه في 2. طبعا ما قلناش بالنسبة لمتوازي الأضلاع الطول والعرض، لأن الطول والعرض كنقولوه غير المتوازي للمستطيل لأن عنده زوايا قائمة. بالنسبة للأبعاد ديال المتوازي الأضلاع هما القاعدة والارتفاع. بالنسبة في المحيطات من الأحسن نقولو غير الضلع الكبير والضلع الصغير. الضلع الكبير اللي هو القاعدة، والضلع الصغير هو الضلع القياس ديال الضلع اللي كيكونوا عاطينا، وبالتالي كنجمعوا غير الأضلاع ونحصل على المحيط. إذا محيط متوازي الأضلاع هو القاعدة اللي هي الضلع الكبير زائد الضلع الآخر الضلع الصغير، وما نحصل عليه نضربه في 2. إذا نمر إلى محيط آخر، وهذه المرة محيط المعين ودية الانطلاق. رسمت ليلى لوحة على شكل معين طول ضلعه 60 سنتيمتر، تريد أن تحيطها بشريط لاصق. احسب طول الشريط اللاصق الذي ستحتاجه ليلى بسنتيمتر. إذا ليلى رسمت واحد اللوحة على شكل معين. سبق لنا أن تعرفنا على خصائص المضلعات، وتعرفنا أن المعين يشبه المربع في بعض الخصائص، وأهمها أن له أضلاعا متقايسة. إذا كيف سنساعد ليلى أن تحسب الشريط اللاصق اللازم لإحاطة لوحتها؟ أوقفوا الفيديو، قوموا بالحسابات اللازمة ونصحح بعد ذلك. إذا الجواب هو 240 سنتيمتر. جيد أحسنتم. إذا كيف حصلنا على هذا الجواب؟ إذا بكل بساطة جمعنا الأضلاع 60 زائد 60 زائد 60 زائد 60، والجمع المتكرر دائما هو عملية ضرب تكررت 60 4 مرات. إذا بكل بساطة محيط المعين أو ما نكتب دائما بي بيريمتر يساوي 60 في 4، وبالتالي القاعدة دائما بالنسبة للمعين أننا نأخذ ضلعا واحدا فقط ونضربه في 4 فنحصل على المحيط بكل سهولة. إذن سنكتفي بهذا القدر في الحصة الأولى. تعرفنا خلال هذه الحصة على كيفية حساب 4 محيطات: محيط المربع ويساوي الضلع في 4، محيط المستطيل ويساوي الطول زائد العرض في 2، محيط متوازي الأضلاع ويساوي الضلع الكبير أو القاعدة زائد الضلع الصغير المضروب في 2، ثم محيط المعين وهو كذلك الضلع في 4 كالمربع تماما. سنحاول الآن التدرب على إنجاز بعض التمارين.
إذا الآن سنحاول إنجاز تمرين من الكتاب المفيد في الرياضيات صفحة 87. أتمم الجدول بعد إنجاز العمليات. المربع الأول عندنا طول الضلع بالمتر هو 75 متر، و القاعدة باش نحسبه محيط المربع هو المحيط يساوي الضلع في 4 كوتي فوا 4 اللي هو 75 في 4 في 4 تساوي 300. هي 300. إذا محيط المربع الأول هو 300 متر. المربع الثاني نفس الحاجة، المحيط يساوي الضلع في. ماذا تقصدين ببي؟ بي هي المحيط، بيريمتر في 4 تساوي 96 24 تسعة في 4 36 384. إذا الجواب 384 متر. إذا إلا بغينا نخرجوا قياس الضلع ولا طول الضلع من المحيط يساوي هذا الضلع، المحيط مقسوم على 4. هنا لدينا 640، 640 مقسومة على 4 هي 160 متر. إذن طول ضلع واحد من المربع الثالث هو 160 متر. إذن نمر للتمرين الثاني. أتمم الجدول بعد إنجاز العمليات في مسوداتك. المستطيل الأول طول ديالو بسنتيمتر 46 سنتيمتر، العرض بسنتيمتر 33 سنتيمتر. اذا خاصنا نحسبوا المحيط. كلنا كنعرفوا القاعده، المحيط بي تدل على المحيط يساوي الكبيره لا الطول زائد الصغيره العرض في 2. البي تدل على المحيط بيريمتر، الكبيرة تدل على طول لونغور، الصغيرة تدل على العرض لارجور تساوي 49 زائد 33 في 2. إذا نحسب اثنان وثمانون في اثنان خرجت هي 164 سنتيمتر. ندوزو المستطيل الثاني، طول ديالو 89 سنتيمتر، العرض 58 سنتيمتر. إذا المحيط نفس العملية، المحيط يساوي الطول زائد العرض في 2.
174 في 2. جات لنا 294 سنتيمتر. ندوز المستطيل الثالث. بالنسبة للمستطيل الثالث ما عطيناش العرض، عطينا الطول 77 سنتيمتر والمحيط 240 سنتيمتر. اذا باش نحسبو العرض وفي المعطيات عطينا غير المحيط والطول، خاصنا نتبعو القاعدة التالية. العرض يساوي المحيط مقسوم على 2 ناقص الطول. وأيضا بالنسبة للطول القاعدة هي الطول يساوي المحيط مقسوم على 2 ناقص العرض. بدون إنجاز العملية 240 مقسوم على 2 120 120 ناقص 77 43 سنتيمتر. إذن العرض يساوي 43 سنتيمتر. إذن الآن غادي تنجزو التمرين 3 إلا المثلث، والتمرين 4 والتمرين 5، وغادي نحاولو نصححوهم الحصة المقبلة.